خير، أنا هبة الدين، معاكم النهارده في مؤتمر التحول الرقمي وتحديات التعليم وسوق العمل. النهارده هتكلم عن الترجمة الفورية، ازاي تقدر توصل ان انت تكون مترجم في حالك، ان انت تكون مترجمة فورية ومترجمة تحريرية. في 3 خطوات مهمين جدا. أول خطوة هي التعليم، تتعلمي الترجمة الفورية أو التحريرية. طبعا أنا دايما بنصح من خلال واقع تجربتي الشخصية والحياة العملية بتاعتي. اول حاجه عملتها هو ان انا درست في جامعه امريكيه بعد مباشره التخرج من كليه البنات سنه 2011. درست في الجامعه الامريكيه في القاهره 3 سنين تقريبا، دبلومات خلصتهم بس للدراسه، هو دبلومات الترجمه القانونيه للامم المتحده والترجمه الفوريه. طبعا يعني مترجم فوري او مترجم تحريري يعني قراءه. في البدايه طبعا لازم قبل ما اقول الخطوات ان انا ابقى عارفه انا عاوزه ابقى مترجمه، طب ابقى مترجمه اعرف ان انا هنجح في الترجمة ازاي، اعرف شغفي. الترجمة التحريرية ان انا بحب القراءة جدا والكتابة جدا، القارئ جيد كاتب جيد. الترجمة الفورية ان انا بسمع كويس جدا وبعرف افند واحلل الكلام وكمان الافكار من الكلام ده، فانا هعرف اتكلم كويس يعني المستمع جيد والحديث جيد، عندي طلاقة في الحديث. اذا انا كده مترجمة فورية، اعرف احدد مجالي اي مجال فيهم. بعد كده بدرس، انا بكرس وقت طويل جدا للدراسه، بدرس المصطلحات، بدرس المجالات، بدرس مصطلحات تخص كل المجالات، المجال الديني، المجال الاقتصادي، المجال السياسي، المجال القانوني. في خلال كمان دراستي بقرا كتير عن المجالات دي. خليكي دايما عارفه ان انت في الخطوه الاولى دي اللي عاوزه اتكلم فيها، ان انت دايما تعمل مش هروح فاضي، يعني دايما بتحبي تتعبي وتحبي ان انت تعمليه علشان فعلا تحسي انك انت سعيده وانت بتعملي الشغل ده. المصطلحات دي بتجي معايا كويس قوي، القراءه، القراءات الكتيره، عرفت انت من نجاح صغير لنجاح اكبر، من فعاليه صغيره ترجمتها وصلت بعد كده للمؤتمر، وصلت المنظمه لحتى اشتغلت في منظمات دوليه تبع الامم المتحده، الاي ال او واليو ان وومن انترناشونال اسوسيشن. يعني انت بتتدربي كل حاجه بتبذلي فيها مجهود كبير جدا وتتدربي فيها وتوصلي اللي انت عاوزاه. الحاجه الثانيه في الترجمه التحريريه، كل مقال يعني اول مقال قصير بتترجميه اعرفي ان انت بتبذلي فيه اقصى مجهود ممكن، كل الكلمات، كل مصطلح جديد لازم تدونيه في جلوسري، من مصطلحات صغيره لمقالات صغيره تقدري توصلي لافضل كتاب مترجم مثلا على الاطلاق. فالاول هو الدراسه، تكريس الوقت للدراسه. رقم 2 او الخطوه الثانيه هي التدريب. انا مثلا في الجامعه انا بوتنشال، انا ديستنكتيف جدا، انا انيشيتيف جدا، مبادره جدا، بسعى بسال حواليا ايه اقدر ادرب في الترجمه الفوريه والترجمه التحريريه، فين اقدر اروح الاماكن اللي بتدربني، حتى ولو فور فري، حد بيراجع ورايا، حد بيقول لي صح وده غلط. فتره التدريب فتره مهمه جدا جدا جدا، انا قعدت 6 شهور عشان ادرب على الترجمه الفوريه وقبلها على الترجمه التحريريه. وبعد كده الخطوه الثالثه هي خطوه سوق العمل. بعد سي في كويس، انا عاوز اتكلم عن نقطه مهمه جدا بالنسبه للسي في وبالنسبه للوقت الحالي. احنا في بانديميك، احنا في جائحه كبيره جدا، ربنا رب يعافينا منها جميعا. الجائحه دي فرضت علينا تحول رقمي، فرضت علينا كل حاجه بقت ديجيتال، كل حاجه يعني everything like digitalized، وكل حاجه بقت بالنسبه لنا اونلاين، كل الاوفلاين بقى بالنسبه لنا اونلاين. فبالتالي انا هحاول ان انا قد ما اقدر ان انا اتعلم الابلكيشنز الجديده. الزوم النهارده بقى هو المين ستريم ترند خلاص، يعني ايه هو المين ستريم ترند بالنسبه لي؟ ايه هي بالنسبه للترجمه؟ هل زوم ولا جوجل ميت ولا في كمان ابلكيشنز ثانيه انترفاي كودو غيرهم كتير جدا جدا. كمان ممكن برضو يكون مثلا عندي سي في يكون جراب ذا اتنشن من خلال حاجه تكنولوجيه مش بيبر خالص، يعني مش ورقي. بنصح دايما بروز دوت كوم ترانزليشن كافيه، في مواقع، في كتير مجموعات كتير جدا على السوشيال ميديا. في النهاية أحب ألخص اللي أنا قلته. رقم 1 هو التعليم، تتعلم كويس قوي وناخد مصطلحات كويس جدا. رقم 2 هو التدريب. رقم 3 هو الاستعداد لسوق العمل، الـ MTCV كويس. رقم 4 هو تعلم التكنولوجيا الحديثة، المواقع الإلكترونية، ما تصعبش حاجة تكون صعبة شوية في بدايتها بعد كده تكون سهلة جدا. مبسوطة جدا كنت معاكم النهاردة، أتمنى لكم كل التوفيق والسعادة.